سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. نواصل في هذه الحلقة ما بدأه الزملاء في رؤية من متابعة لآخر التطورات في لبنان وبعد حادثة اغتيال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني. في المحور الأول أرحب بضيوفي الكرام نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نضال بك مساء الخير. مساء الخيرات محمد. وسينضم إلينا مراد بطل الشيشاني مؤسس مجموعة ريماكس لتحليل العنف السياسي أيضا للحديث حول هذا الموضوع. وأبدأ معك نضال بك، الجميع يسأل اليوم ما الذي حدث في لبنان ليلة أمس، حجم الاختراق، كيف ينجح استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؟ نعم، بداية محمد أسعد الله مساءك ومساء متابعيك الكرام. دعنا فقط نوصف مشهد العمليات أو مسرح العمليات التي تحدث يوم أمس. كان هناك العديد من الملاحظات وكان هناك أمور ملفتة فيما يتعلق بما حدث يوم أمس. إذا ما تتبعنا شكل العملية العسكرية بداية نجد أن جغرافيا المنطقة هي تندرج في إطار المنطقة تقريبا الشرقية من بيروت في الضاحية الجنوبية بالتحديد. الآن العملية العسكرية الاستهداف يوم أمس تم بالقرب من حارة حريك، وقارن هذا الحدث بما حدث في الجمعة الماضية عند استهداف ما عرف بخلية الرضوان، كان أيضا بالقرب من حارة حريك. بالتالي يبدو أن هناك انحصار جغرافي في المنطقة الممتدة ما بين برج البراجنة إلى حارة حريك. أيضا كان هناك أيضا استهداف آخر للمنطقة الممتدة ما بين الشياح إلى حارة حريك. إذن بمعنى أن كل النقاط الجغرافية تلتقي في نقطة واحدة وهي حارة حريك في الضاحية الجنوبية. بالتالي نستطيع أن نقول أن مثلث جغرافي أمني يتشكل ما بين برج البراجنة إلى الشياح إلى حارة حريك في الضاحية الجنوبية، هذا المثلث الذي تقع فيه أو وقعت فيه أغلب عمليات الاغتيال خلال الأسبوع الماضي. بالتالي العقدة الأمنية التي تقوم بعمليات الاختراق يبدو أنها تنتشر أو تتوزع ضمن هذه المنطقة. قلنا من نبض البلد أكثر من مرة هناك ما هو أهم من الاختراق في بنية حزب الله التنظيمية وهو عمليات المعاينة، وحذرنا حينها قلنا أن عمليات المعاينة للأبنية التي تستخدم من قبل حزب الله يبدو أنها دارجة بكثرة في بنية التنظيم. شاهدنا عملية معاينة المبنى الذي حدث الاستهداف له لخلية الرضوان الجمعة الماضي، ويوم أمس تم هناك أيضا معاينة للمبنى الذي كان يتواجد فيه حسن نصر الله مع الخلية القيادية في السنتر أوف جرافيتي، مركز الثقل الاستراتيجي للسي تو القيادة الكوماند كنترول القيادة والسيطرة، والتي تكلمنا كثيرا من نبض البلد وقلنا أهم منظومة في كل منظومات العمليات أو الاستخبارات هي منظومة القيادة والسيطرة. امبارح أو يوم أمس تم استهدافها بشكل كثيف. هذا فيما يتعلق بمسرح الاستهداف أو منطقة الاستهداف. إذا ما ذهبنا إلى شكل الاستهداف متتبعين بذلك المقاطع التي رشحت وتم تسريبها من خلال الأدخنة والأبخرة التي ظهرت في عملية الاستهداف، يبدو أن الاستهداف تم بقنابل عالية التدمير والتي تخترق تصنيع التحصينات. الآن إذا ما تتبعنا ما هي هذه القنابل، الاحتلال استخدمها سابقا في غزة بالتحديد في المواصي وهي قنابل الـ MK-84. هذه القنبلة التي تزن تقريبا 2000 رطل، وهذه القنبلة التي تحمل رأس متفجر بوزن 92 كيلو غرام تقريبا. هذا التدمير الذي تحدثه في طبقات الأرض الدنيا وتخترق التحصينات يعطي مؤشر واضح على أن الاحتلال كان يعلم بمعلومات استخبارية بوجود اجتماعات في طبقات أو في طوابق تحت الأرض، ويبدو أكثر أنه كان يعلم أن الاجتماع ليس في طابق أو طابقين تحت الأرض بل أبعد من ذلك، لأن هذا النوع من القنابل يخترق لمسافة من 50 إلى 70 كيلومتر. هذه المواصفات الفنية لهذا النوع من القنابل. الآن هذا السلاح الذي استخدم، إذن من الذي نفذ مثل هذا النوع من العمليات؟ إذا ما رجعنا إلى وحدات سلاح الجو للاحتلال نجد أن الوحدة 199 والتي تعرف بوحدة بات لدى الاحتلال هي الوحدة المتخصصة في هذا النوع من الاستهدافات وهذا النوع من العمليات. وبالتالي عملية استخبارية متكاملة الأركان تم جمع المعلومات فيها. نحن أمام مشهد استخباري متكامل نجح الاحتلال فيه حتى نكون موضوعين بالطرح في الوصول إلى السنتر أوف جرافيتي مركز الثقل الاستراتيجي، وبالتالي لا يزال يستهدف بنية حزب الله التنظيمية لغاية هذه اللحظة. نعم، أرحب بمراد بطل الشيشاني مؤسس مجموعة ريماكس لتحليل العنف السياسي. أستاذ مراد مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد. وسؤال مهم جدا اليوم بأن عملية استهداف الأمين العام لحزب الله اللبناني واغتيال حسن نصر الله اليوم تفتح الصراع
على جانب آخر، هذا ما يظنه البعض على أقل تقدير، ما كان يقدره البعض في حال استهداف حسن نصر الله، برأيك هل يعي الاحتلال تبعات ما فعل أم أن هناك ما يعني ما هو تحت الطاولة؟ أجل محمد، يعني هذا حدث ضخم، حدث هو يعني من الأحداث التي يمكن أن نعتبرها تحولية في المنطقة، خاصة أنها تفرض ما بعدها كما جاء في سؤالك. وبطبيعة الحال أجل من الواضح أن إسرائيل تدرك أن ما بعد هذه العملية، ويبدو أنها كما كان يشير ضيفك الكريم هناك تخطيط وتركيز استراتيجي في التوصل لهذا هذه النتيجة بعد 10 أيام من استهداف بداية شبكات الاتصال الفيجر ووكي توكي، بعدها الانتقال لغرفة الرضوان أو غرف العمليات وقيادات الصف الثاني الأول، حتى وصولا إلى استهداف حسن نصر الله. أجل بطبيعة الحال هذا الحدث لا يمكن أن يعتبر حدثا عاديا، هناك له تبعات كبيرة على مستوى أمني، على مستوى عملياتي وعلى مستوى سياسي. على مستوى الأمني العملياتي هذا يضع حزب الله في مأزق كبير، الآن الكثير من بنيته تضررت، هناك اختراق أمني واضح، هناك قيادات الصف الأول والثاني غائبة، حتى الأمين العام القادم الجديد بغض النظر عمن هو يريد أن إعادة بناء هذه الهيراركية في داخل هذا التنظيم. وهذا الضرر يعني الذي تسببت به إسرائيل كبير جدا في مجموعة أو منظومة حزب الله أمنيا وعملياتيا كما أشرت. لكن الجانب الآخر كمان إيران الراعي الرسمي الراعي الدائم لحزب الله، إلى أي مدى يمكن أن يستثمر في هذا؟ هذا السؤال الأساسي الذي يطرح، خاصة لمعاملين أساسيين خلال السنوات خلال الأشهر الماضية، قواتها الردعية واضح أنها تراجعت، لا بل حتى بعد مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية أيضا وأبو مهدي المهندس لم يكن الرد بحجم هذه الخسارة التي تعرضوا لها، وذلك تكرر أيضا في دمشق في أبريل بعد استهداف القنصلية، وأيضا استهداف إسماعيل هنية في طهران أيضا، كلها أثبتت أن إيران يعني بالإضافة أنها لا ترغب في مواجهة شاملة قدراتها الردعية تراجعت. بالتالي السؤال الآن هل هي تتجه إلى نظرة براغماتية وتقول الآن خسرت أهم أذرعها في الشرق الأوسط وهي مصدر الجدل دوما في النقاشات مع الأوروبيين والغرب وفي المفاوضات خاصة في النووي، وتتجه بإعادة موضعتها في المنطقة؟ وهذا يثير سؤال أيضا، إذا ما غاب حزب الله عن المشهد هل يعود الخليج؟ هل تعود السعودية التي سحب معوناتها وسحبها الاقتصادي لها أدخل لبنان في أزمة كبيرة؟ لكن السؤال كان هو الهيمنة حزب الله على السياسة اللبنانية. إذن نحن نتحدث عن إعادة ترسيم هذه المنطقة، وهنا إذا ما تحدث عن السعودية هنا يطرح موضوع التطبيع. إذن إسرائيل واضح أنها تعي إلى أين هي تتجه. أجل من المتوقع أن تكون هناك ردود فعل آنية، لا يمكن الحزب أن يترك هذا دون رد، لكن من الواضح أن إسرائيل أظهرت تفوقها الردعي في هذه الحالة خلال 10 أيام الماضية فيما يتعلق بهذه الجبهة. لكن اسمح لي أستاذ مراد، وفي هذا الإطار هناك من يسأل، إذن اليوم الحزب سيرد، متى سيرد؟ القدرة التنظيم على الرد، هذا سؤال مهم عسكريا وسياسيا، وقدرة البناء، قدرة إعادة البناء لحزب الله بعد كل ما يحدث، وهناك قيادات كثيرة من الحزب تم استهدافها واغتياله، ونجحت إسرائيل في اغتيالها. سأعود لك بهذا السؤال، لكن قبل ذلك أنتقل لجوانا ناصر الدين مراسلتنا في بيروت. جوانا، آخر التطورات آخر المعلومات لديك، وهل صدر جديد عن حزب الله اللبناني ما بعد إعلانه نبأ استشهاد حسن نصر الله؟ مساء الخير محمد، يعني بات معلوما كل ما جرى بين الأمس واليوم. يمكن أن أختصر لك ما يجري بالقول أن لبنان يغلي، والسؤال الأول اليوم ماذا بعد حسن نصر الله؟ على الصعيد
على صعيد لبنان، على صعيد العالم العربي وعلى صعيد المنطقة، لأن كنت أستمع إلى ضيوفك ولفتني بالفعل ما كان يعني يحكى اليوم. نحن نتحدث عن حزب عمره سنوات، نتحدث عن حسن نصر الله الذي قاد هذا الحزب 32 عاما. ارتبط حزب الله باسم حسن نصر الله وبنى على مدى كل هذه السنوات حيثية حزب الله اليوم وقيادته. وهنا السؤال الذي يطرح: ماذا بعد حسن نصر الله؟ كيف سيكون شكل حزب الله اليوم؟ حتى أن هناك أسئلة كثيرة في الشارع اللبناني عن عملية الاغتيال، كيف تمت عملية الاغتيال؟ وكل هذه الأسئلة التي ليس هناك أي جواب عليها حتى الساعة. حزب الله الذي التزم الصمت منذ السادسة والثلث مساء أمس فقط اكتفى ببيان نعي أمينه العام حسن نصر الله، صدر عنه سلسلة بيانات صباحا عن عمليات عسكرية عادية على مستوطنات الشمال وعلى حيفا وصفد، ولكن اللافت أن طوال ساعات النهار لم ينفذ حزب الله أي عملية عسكرية، وكان هناك فقط هذا البيان رغم الأسئلة عن باقي قادته أو من كان مع حسن نصر الله في وقت الاغتيال، من بقي ومن استشهد، مصير نعيم قاسم، مصير وفيق صفا، مصير هاشم صفي الدين، كلها أسئلة ليس هناك أجوبة عليها. والعلاقات الإعلامية تمنت الالتزام ببيانات الحزب حول النعي، وفقط كان هناك بيان نعي حسن نصر الله. الأسئلة اليوم التي تدور في لبنان، ويعني يمكن أن نستمع إلى ضيوفك حول أجوبتها: هل خليفة حسن نصر الله سيكون بالقدر نفسه من الحنكة في لحظة مفصلية، لأن الاغتيال أتى في لحظة مفصلية هامة جدا بالنسبة للبنان، بالنسبة لفلسطين، بالنسبة للعالم العربي؟ كيف سيعاد بناء حزب الله؟ هل سيتمكن أصلا من الرد على اغتيال حسن نصر الله مع كل التهديدات الإسرائيلية بأنها أيضا إسرائيل ستغتال خليفة حسن نصر الله؟ كل الانتقادات التي توجه لإيران اليوم من جزء كبير من الشعب اللبناني حول هل باعت بالفعل حزب الله وتخلت عن حسن نصر الله، ما المقابل إذا كان بالفعل هذا ما حصل؟ كلها أسئلة يضج بها الشارع اللبناني. كيف ستكون الساعات المقبلة مع تمادي إسرائيل بعدوانها طيلة ليلة أمس وحتى اليوم وحتى هذه اللحظة؟ هناك استهدافات للضاحية الجنوبية، لم تهدأ الغارات، الآن هناك استهداف على بعد 500 متر من مطار رفيق الحريري الدولي، والاحتلال الإسرائيلي يقول إنه استهدف أيضا قياديا من حزب الله ولكن بمستوى أدنى، بعدما كان استهدف أعلن استهدافه قبل قليل أحد عناصر الاستخبارات في حزب الله. يعني هذا هو الوضع في لبنان. لبنان هناك الرسمي من الترقب والأيام الحاسمة. لبنان الرسمي ماذا يقول اليوم؟ لبنان الرسمي، وبعدما قطع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءاته في نيويورك وعاد على وجه السرعة بعد كل التداعيات الدامية وما حصل، اليوم كان هناك اجتماع عاجل أو استثنائي لمجلس الوزراء. سأختصر ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: أولا أعلن الحداد 3 أيام، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، وأعلن يوم تشييع حسن نصر الله يوم عطلة رسمية في كامل لبنان. أما عن موقف ميقاتي فهو أكد أولا بطبيعة الحال أدان الجرائم الإسرائيلية على لبنان واستهداف المدنيين، أعلن تمسك لبنان بتطبيق 1701، وناشد فقط ناشد المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان على لبنان، وقال فقط إن الحكومة اللبنانية تقوم بكل ما بوسعها باتصالاتها الدولية وبمشاوراتها من أجل وقف هذا العدوان. كانت له دعوة فقط لجميع اللبنانيين إلى نسي الخلافات ووضع الانقسامات جانبا والتضامن في هذه اللحظة المفصلية، لأن العدو الإسرائيلي إلى جانب كل إجرامه واغتياله هو يريد تحقيق الفتنة في لبنان عبر كل ما يقوم به. فهذا موقف لبنان
الرسمي، والباقي كان فقط بيانات نعي لحسن نصر الله، إن كان من نبيه بري، من وليد جملاط، من قادة الأحزاب ويعني فقط والمسؤولين، ولكن هذا كان فقط موقف لبنان الرسمي، المناشدة والقول بالاستمرار بالعمل على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701. محمد، أشكرك كل الشكر إجوانا ناصر الدين، كنت معنا مباشرة من شرق بيروت بالقرب من الضاحية الجنوبية، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الكريمين وأعود لك نضال بيك، والسؤال عن الخليفة منطقيا اليوم الاستهداف لكل القيادات العسكرية للحزب، الصف الأول الصف الثاني كله تم استهدافه، والسؤال قدرة الحزب على تعويض هذا النقص. الهجوم الصاروخي لحزب الله كان منتظما إلى ما بعد ساعات صباح اليوم. صح، نعم محمد، بداية إجابة على سؤالك، هذه الأسئلة التي طرحتها جوانا هذه الأسئلة التي يتساءل فيها كل الشارع العربي وليس فقط الشارع اللبناني. فيما يتعلق بموضوع الهياكل التنظيمية، تحدثنا من هنا من نبض البلد وقلنا أن هذا الشكل من الأحزاب أو من التنظيمات، الهيكل التنظيمي فيه يكون دائما أفقي وليس عمودي، وبالتالي الارتباط أو الاتصال يكون خيطي في الهيكل التنظيمي وليس عمودي، وبالتالي استهداف قائد أو قائدين أو حتى مجموعة من القيادات لا يؤثر بنيويا على التنظيم بقدر ما يؤثر في اتصالات التنظيم، وبالتالي هناك في هذا الشكل من التنظيمات الأفقية مرونة أعلى في إعادة بناء هذا الشكل من التنظيم، وهناك أيضا مرونة في إعادة ترميم سلسلة القرار في هذا النوع من التنظيمات. هذا أولا. نعود بالتاريخ ونثبت بالحقائق حتى لا تكون كلامنا إنشائي. حزب الله تعرض إلى عمليات مشابهة لهذه العملية في 92 عندما تم اغتيال عباس موسوي وهو الأمين العام للحزب، تعرض في 2008 أيضا إلى اغتيال قيادي من وزن ثقيل وقيادي ميداني وهو عماد مغنية، وبالتالي لم يؤثر ذلك في الحزب. نعم الحزب مخترق وتم تهشيم معظم قياداته، وتم أيضا القضاء على 9 قيادات التي تم وضعها في الهيكل التنظيمي، ويبدو أن ما توقعنا من نبض البلد حين قلنا أن الاحتلال قبل حلقتين قلنا أن الاحتلال ذاهب باتجاه استراتيجية تقطيع الأطراف، بمعنى تقطيع وقتل واستهداف كل القيادات المحيطة بحسن نصر الله للوصول إلى حسن نصر الله، وهذا ما حدث بالفعل. لكن حتى نكون موضوعين في الطرح، في مثل هذه النوع من العمليات العسكرية الحزب يقوم بإعادة بناء نفسه، ويبدو أن التكتم على خليفة حسن نصر الله هي نقطة في مكانها، لأن الحزب لا يريد أن يعلن عن اسم معين ثم يتم استهدافه من قبل الاحتلال، هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك قيادتين موجودات الآن على الأرض ترشح الأسماء والمعلومات والأنباء بأنهم قد يكونوا خليفة لحسن نصر الله، وهو نعيم قاسم وهاشم صفي الدين، وكلا القيادين هما محسوبين على التيار المتشدد في حزب الله وليس على التيار المحافظ، وبالتالي يبدو أن هناك دبليكيت أو إعادة لنموذج اغتيال إسماعيل هنية حين تم اغتياله في طهران وتم إفراز قيادي من الجناح المتشدد وهو السنوار، وبالتالي أعتقد أن مقتل حسن نصر الله واغتيال حسن نصر الله قد يفرز قيادي أكثر تشددا، وخاصة إذا كان هاشم صفي الدين. الآن إذا تم اختيار القيادي بسرعة وتم ترميم سلسلة القرار، هذا سينعكس على القصف الجوي أو عمليات استهداف عمق أراضي الاحتلال. طيب، الآن نتتبع خلال الساعات القادمة إن تم رجوع عمليات استهداف الأراضي المحتلة بشكل منتظم، نستطيع أن نقول جزئيا وليس كليا أن الحزب نجح بإعادة ترميم نفسه على الأقل وقتيا لغاية ما تنتظم عملية الاستهداف. نعم، أعود لك أستاذ مراد، والسؤال وهي أسئلة مشروعة اليوم للبنانيين والعالم أجمع، هل باعت إيران حسن نصر الله؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، كيف للحزب في حالة حرب وهذا أمر معلن والجميع مستهدف والمستهدفون واضحون معلنون، كيف يجري هذا الاجتماع في قلب الضاحية الجنوبية، وكيف يصل الاحتلال كل هذا المعلومات عن الاجتماع، موقع الاجتماع وساعة الاجتماع، وينجح بمثل هذا الاستهداف؟ لأجيبك على السؤال الثاني عفوا محمد، يعني ببساطة شديدة هناك اختراق وانكشاف أمني واضح كان لحزب الله. أعتقد حزب الله الآن يرزح تحت ضربة قوية، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يرمم نفسه ويعيد بناء نفسه خلال
أشهر حتى أو سنوات. أعتقد أن الحزب ما ينطبق نظريات ضيفك الكريم فيها طبقت على مجموعات مسلحة أخرى، لكن في حالة حزب الله أعتقد أن الوضع مختلف تماما. يعني إسرائيل لديها استراتيجيا، وسأعود لإجابتك على موضوع لأجيبك على موضوع إيران، لكن دعني بس أنهي هذه الفقرة فيما يتعلق بقضية الاغتيالات. إسرائيل لديها باع طويل في الاغتيالات، ونفذت اغتيالات عديدة كانت تقوم على معطى استراتيجي أن ضرب القيادات يفكك الهياكل أو القواعد، وهذا لم ينجح مثلا في حالة حماس. إذا ما أخذنا حماس كنموذج منذ اغتيالات مثلا عبد العزيز رنتيسي وأحمد ياسين وما بعد ذلك، ولم ينجح حتى مع منظمة تحرير فلسطينية في حوادث عدة حتى أنها تحولت إلى دراما في عدد من الأفلام لعلها شراء ميونخ. يعني هذا الفكرة حتى استعيرت كما قرأنا بتقارير عدة في حرب الشيشان الأولى حين استهدف رئيس الحركة الاستقلالية جوهر دودايف، أيضا كان هناك حديث عن أن هذا النموذج تم استعارته. لكن في الحالة حزب الله واضح، وهذا يجيب على سؤالك الثاني، أن هناك كانت عملية استخباراتية محكمة منظمة استمرت لتستهدف بشكل تدريجي بنى مختلفة، الاتصالات كما شهد القيادة الوسطى، القيادة الدنيا. السؤال، إذا لم تستطع إيران الآن أن تدفع باتجاه إعادة هذا الترميم، وهذا سيأخذ وقت، فإذا حزب الله الآن في مأزق ومأزق كبير. الإجابة على قضية هل باعت إيران حزب الله، هذا السؤال يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، وأنا لا أحبذ هذه العبارات في معنى باعت. إيران لديها باع طويل باعتبارها دولة، والمنطق البراغماتي لديها سائد وقائم، هذا من مستوى. من مستوى آخر هناك يعني ضعف لدى الدولة الإيرانية بحكم العقوبات، بحكم العزلة الدولية، كل هذا انعكس في السنوات الأخيرة حتى في سقوط مروحية رئيسي تفتقر لأدنى معايير السلام العامة حينذاك، خاصة أن مجموعة معه وزير الخارجية يخرجون في مروحة واحدة، كلها كانت تدلل حتى بعد مقتل سليماني كانت استهداف الطائرة الأوكرانية آنذاك ولو بالخطأ، كلها دللت على قدر كبير من إشكالية في داخل الدولة. وبالتالي إيران تريد موضعة نفسها. في خلال خلافاتها المستمرة مع الغرب كان مسألة الأذرع والأدوات اللي موجودة ومن ضمنها حزب الله هي مسألة كانت تغيظ أو عقبة كأداء في هذه المفاوضات، كانت تكرر بكل مرة باعتبار أنها يجب أن تزال. الآن هذا بفعل التخطيط الإسرائيلي والتنفيذ الإسرائيلي بهذه العملية، يعني هذا إلى حد ما تحقق. الآن السؤال، هل إيران تدفع، وهذا وجهة نظري التي أراها، هل تتخذ موقفا براغماتيا أم تدفع بنفس الاتجاه، وهذا نفس الاتجاه يتخذ منها سنوات طويلة. بهذا المعنى أرى أن إيران ستدفع باتجاه خلال الأشهر القادمة إلى موضعة نفسها، وتجد أنها سترفع يدها بأنها خسرت، ولا أقول باعت ولا أقول أي عبارات تسيء لطرف أو آخر، أنا أحلل سياسة، قد تكون أنها رفعت يدها بسبب الذي تعرضت له حزب الله من أزمة ومأزق كبير بفعل هذه الضربة. نعم، تتفق مع ذلك نضال بيك اليوم؟ يعني منظومة الخلل الذي حدث في حزب الله، واضح أنه خلل على مدى سنوات ما بعد 2006 وما بعد هزيمة إسرائيل أمام حزب الله في لبنان 2006، من الواضح أن إسرائيل بدأت تعبث في المنظومة الأمنية لحزب الله، لأنها فشلت في 2006 في اختراق أي من قيادات حزب الله اللبناني، ونجح الحزب في مفاجأة إسرائيل بكل التفاصيل. اليوم لا مفاجأة الحزب حتى اللحظة، وحتى اللحظة أن هناك من سيأتي أو يفترض، وحجم الرد كيف سيكون، كيف يمكن لحزب الله اللبناني أن يعتبر نفسه رد على اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، أمينه العام لسنوات طويلة عقود. تفضل. بداية يجب أن نعرف أن هناك معادلة في ضمن في هذا الشكل من العمليات أو هذا الشكل من الحروب. هذه المعادلة تقوم على أن تسمح لي ضل بيك فقط أنتقل قبل ما أسمع إجابتك على السؤال، أنتقل لحافظ أبو صبرة مراسلنا في الضفة الغربية. حافظ مساء الخير، والعين كل عين على الضفة الغربية لما سيحدث أو ترقب مشهد صواريخ حزب الله إذا ما وصلت لتل أبيب ووصلت بعضها اليوم للضفة الغربية، آخر التطورات لديك حافظ؟ تفضل.
نعم، نحن في انتظار ما أعلن عنه مكتب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بأنه سيخرج خلال الوقت المقبل ليقدم مؤتمرا صحفيا، وهذا ما كان يتوقعه المحللون أن لا تنتهي هذه الليلة دون أن يخرج نتنياهو ليعلن أنه حقق إنجازا. قالت يدعوت أحرنوت بأنه يأتي ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققت على الجبهة الشمالية وجاءت بعد عمل ل15 عاما لجهاز الموساد في تحقيق منظومة معلومات أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات ككل، وهذا يأتي أيضا ضمن معلومات أفرج عنها فيما يتعلق بعملية الاغتيال التي نفذت مساء أمس في الضاحية الجنوبية من بيروت، حيث قالت يدعوت أحرنوت أيضا بأن الوحدة 8200 أسهمت في القيام بعمليات تصمت كانت تمد من خلالها 10 طائرات نفذت الغارات التي بلغ وزن المتفجرات التي ألقيت من خلالها على الضاحية الجنوبية 84 طنا. وقالت بأن عمليات تصنت هذه على اتصالات في المنظومة الخلفية للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كانت أسهمت في تحقيق الكثير أو في تحقيق هذه الإنجازات من خلال معلومات جمعت عبر هذه الاستراتيجيات وعبر شبكة من العملاء كانت موجودة على الأرض. هذا يأتي في سياق تناول العملية التي يصفها الإعلام العبري بأنها العملية الأضخم خلال السنوات الأخيرة بتخلصهم من شخصية بحجم حسن نصر الله، والتي قالت بأن نتنياهو سيبني الكثير عليها خلال الأيام والأسابيع والسنوات المقبلة، وأنها ستضيف الكثير لنتنياهو الساعي لأن يكرس نفسه سلطانا لإسرائيل، وقدم لهذا الكيان أكثر مما قدم بن غوريون. حتى بكل الأحوال السياقات على الأرض تشير إلى أن الاحتلال ماض كما قال بنيامين نتنياهو أمس على منصة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في هذا العدوان وفي هذه الحرب، وتقول مصادر بأن الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية يتحرك على أهبة الاستعداد لتنفيذ اجتياح بري. لا يعلم كيف سيكون مدى هذا الاجتياح وما هي مدته وسعته الجغرافية، فيما المحللون العسكريون السياسيون والمسؤولون العسكريون السابقون يتداولون في نقاشات وعبر كل وسائل الإعلام العبرية ما الذي يمكن أن يفعله حزب الله في إطار الرد على جريمة اغتيال أمينه العام وسلسلة الاغتيالات التي حدثت بحق الصف القيادي الأول والثاني من هيئته القيادية وبحق مقاتله. من هذا المنطلق يتوقع يعني هم يتساءلون إن كان سيكون الرد خلال المدى القريب في ساعات وأيام مقبلة، أم أن الحزب سينتظر حتى يخلف حسن نصر الله واحد من الأسماء المتداولة التي يرشح من خلال الإعلام العبري هاشم صفي الدين لأن يكون هو الاسم الأبرز، وأن يتم بعدها ترميم ما حدث لدى الحزب خلال الأيام 10 الأخيرة ويكون الرد مختلف عما هو متوقع. هذه التساؤلات يعني في كل وسائل الإعلام العبرية وسط ما يجري على الأرض. نعم. هنا في الضفة الغربية تخرج التظاهرات المنددة باغتيال نصر الله، وتقول كتيبة جنين بأنها ستبقى على الوعد لأن نصر الله واحد من أبرز الداعمين للمجموعات المقاومة المسلحة في نشأتها وتشكلها بهذه الحالة منذ العام 2021. هذا على وقع إعلان إضرابات في بعض المدن أبرزها جنين إضرابات شاملة، وعلى وقع كيف عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس حزب الله باستشهاد أمينه العام. أشكرك كل الشكر حافظ أبو صبرة، كنت معنا مباشرة من الضفة الغربية المحتلة. أعود لك نضال بك وأسمع إجابتك على السؤال. أستاذ محمد، كنت أقول أن المعادلة في مثل هذه النوع من العمليات العسكرية يقول أن انتصار الجيوش على الميليشيات أو على الفصائل المسلحة من قبيل أو من شكل حزب الله قد يكاد يكون مستحيلا. السبب في ذلك أن انتصار الجيوش على هذا النوع من الفصائل المسلحة يعتمد على كسر الإرادة وعلى كسر الإرادة في العمليات العسكرية وعلى عدم الخسارة. لغاية هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول أن الاحتلال انتصر ولا نستطيع أن نقول أن حزب الله خسر، وإرادة حزب الله لم تكسر لغاية هذه اللحظة. سأسألك سؤال مباشر، إذا ما قبل حزب الله اللبناني اليوم بنائبه بأمينه العام الجديد ب1901، نعم، الآن إذا قبل بهذا الشرط التفاوضي الدبلوماسي إسرائيل لن تقبل بهذا الشرط، لأن إسرائيل تريد بكل وضوح تعبيرا أو تصريحا من حزب الله بأن يقول أنه سينفصل بالتفاوض عما يحدث في جبهة غزة. الآن لغاية هذه اللحظة لا توجد مؤشرات تعني بأن حزب الله كسرت إرادته أو خسر العمليات العسكرية وذهب باتجاه الانفصال عن العمليات العسكرية في قطاع غزة، وكانت تصريحات واضحة من القيادات السياسية لحزب الله بالاستمرار بعملية دعم محور المقاومة أو دعم المقاومة في قطاع غزة. الأمر الآخر والأهم فيما يتعلق بموضوع أن حزب الله هل يستطيع إعادة بناء نفسه، نحن أمام مشهد دراماتيكي متسارع.
خلال الساعات القادمة أو على الأقل نقول خلال اليومين القادمات، إن انتظم عملية قصف حزب الله لعمق الأراضي المحتلة وإن رجعت عملية انضباطية الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان إلى الأراضي المحتلة، نستطيع أن نقول جزئيا أن حزب الله استطاع ترميم نفسه أو أعادة بناء نفسه في هذه العملية. أود أن أشير إلى نقطة قد يكون أو سؤال عميق يتبادر إلى ذهن الجميع، طب لماذا تنجح هذه العمليات الاستخبارية في جنوب لبنان؟ قبل ذلك قبل أن أسألك هذا السؤال بدي إجابة واضحة، من الرد الذي يمكن أن يعتبرها حزب الله اللبناني ردا مناسبا عسكريا على ما حدث في الضاحية الجنوبية؟ إذا كان حزب الله يريد الرد بثقل العسكري الموجود لديه وبالترسانة الموجودة لديه ويملك ذلك، لأنه يملك صواريخ فاتح 110 ويملك قدر ويملك فادي 1 و2 و3، ويجب أن يوجه ضربة قاسية إلى العمق في أراضي المحتلة وخاصة إلى تل أبيب، لكن هذا يعتمد على الانسلاخ عن إيران في التحكم بالقرار لدى حزب الله. هل هذه المعادلة قد تركب وقد ينجح حزب الله أو الأمين العام الجديد لحزب الله بالانسلاخ عن القرار الإيراني؟ لأنه يبدو أن الضابط في عمليات القصف واستخدام الترسانة الموجودة لدى حزب الله كانت إيران تمنع استخدام مثل هذا العمق، لأن إيران تقايض كل ما يقوم به حزب الله من عمليات قصف بما لديها من ملفات يمكن المقايضة عليها مع الجانب الغربي أو ضمن المصالح الإيرانية. نعم أستاذ مراد، السؤال قادم الأيام وأنت يعني لا ترشح أن يكون حزب الله قادرا على إعادة بناء نفسه، وترى أنه تلقى ضربة عنيفة لبنيته وتركيبته وقدرته على الاستمرار كما كان، ولكن السؤال إلى متى؟ هل يمكن حزب وإن رد حزب الله اللبناني إن أعاد تشكيل نفسه، إن استطاع الخروج من هذه الصدمة اليوم، هل سيكون ستكون المنطقة أمام حرب شاملة؟ يعني هي هذا سؤال افتراضي إذا ما أعاد ترتيب نفسه بطبيعة الحال، يعني وقضية الانسلاخ من إيران لا هذا طرح وكأننا نتحدث، وأنا لا أريد أن أختلف مع نضال بيك والاختلاف مع شخص فاضل مثله يعني قد يثري النقاش، لكن قضية الانسلاخ من إيران تعني لا وجود لحزب الله تماما. يعني هذا الفصل التعسفي الموجود بين إيران وحزب الله غير مقبول أكاديميا وعلميا وتحليليا، ولا أقصد نضال بيك مرة أخرى، عموما يعني بنية حتى حسب نصر الله واحدة من الأمور التي خلق فيها تحول داخل حزب الله أن حول بنيتها إلى بنية مرتبطة بإيران أكثر من التأسيس، أكثر من عباس موسوي بطبيعة الحال، أكثر من صبح الطفيلي الذي كان رافضا للفكرة. فبالتالي نحن نتحدث عن 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 هذا التوازي، هذا العلاقة العضوية القائمة بطبيعة الحال. إذن فبالتالي إذا حزب الله أعاد ترتيب نفسه، وهنا أنا أتفق، هي الضربات التي سيوجهها ستكون بإطار ما يعرف بقواعد الاشتباك، ما يعرف بقضية الضغط على إسرائيل. لكن حزب الله اليوم بشكله الحالي غير قادر على تغيير المعادلة الردعية ومنع الإسرائيليين من الشمال العودة إلى منازلهم كما يقول بنيامين نتنياهو. اليوم هذه المعادلة اختلفت، وهذا الذي كان يدعو إليه حسن نصر الله، لكن هذه المعادلة الآن اختلفت. أنا باعتقادي هذه الجبهة ستبقى مراوحة لمجموعة من المناوشات، استبعد أن يكون هناك دخولا بريا أو اجتياحا بريا، لأن هذا إسرائيل تدرك فداحة هذا الأمر استراتيجيا، وضيفك الكريم قد يؤيد ذلك. بالمقابل أعتقد أننا سنعود للحديث عن جبهة غزة، عما ستفضى إليه غزة، وتضبط هذه المسائل لنبدأ الحديث فيما بعد فيما يتعلق بالسياسة، وهذا أعتقد ما بعد الانتخابات الأمريكية سنبدأ نسمع هذا الكلام بشكل متوالي. مراد بطرش الشيشاني مؤسس مجموعة ريماكس لتحليل العنف السياسي، أشكرك كل الشكر على حضورك معنا ليلى، كنت معنا مباشرة من لندن. أعود لك أستاذ ضال، واليوم ما بعد برأيك؟ ولماذا، وأنت هذا سؤال يعني ذكرته ولكن لابد من إجابة عليه، حماس في غزة موجودة وتحت عيد الاحتلال أكثر من حزب الله اللبناني، لكن اليوم الاختراق لحزب الله اللبناني يفوق كثيرا ذلك الاختراق لحماس. نعم، الآن أجيب على سؤالك الأول أستاذ محمد فيما يتعلق بماذا بعد. الآن حزب الله لن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يخرج بمعادلة صفرية على الأقل داخل لبنان في المجتمع السياسي اللبناني، لأنه يشكل قوة سياسية كبيرة داخل لبنان، وبالتالي لن يقبل أن يخرج بمعادلة صفرية ضمن هذه المعادلة السياسية الموجودة داخل لبنان. لذلك إيران ستدفع بشكل كبير في موضوع إعادة ترميم حزب الله. عندما قلت الانسلاخ
في قرار الرد كنت أعني بجزئية الرد فقط وليس بجزئية أيضا لأن حزب الله مرتبط بإيران أيديولوجيا وليس فقط إداريا وسياسيا وعسكريا وإمداد، وبالتالي في جزئية الرد قد يذهب حزب الله للرد منفردا بدون توجيهات إيران. في هذه الجزئية كنت أقول في موضوع الانسلاخ، بالتالي ضمن معادلة أن حزب الله لن يقبل الخروج بمعادلة صفرية من كل الواقع الموجود، أعتقد أن حزب الله سيصمم وإيران ستدفع باتجاه أن حزب الله يبقى صامدا على الأقل أمام المجتمع اللبناني داخل لبنان للمحافظة على المكتسبات السياسية الموجودة لديه. فيما يتعلق بموضوع أن لماذا نجح أو نجحت الاستخبارات الإسرائيلية في جنوب لبنان وفشلت في غزة، سؤال عميق ومهم. السبب في ذلك أن الاحتلال يحترف العمليات الانتقائية. الأمر الآخر أن الاحتلال أجهزة الاستخبارية مصممة كأجهزة استخبارية هجومية وليست دفاعية، لذلك طبق الاستخبارات الهجومية في جنوب لبنان ونجح بذلك، وطبق الاستخبارات الدفاعية في غزة وفشل في ذلك. ضمن هذا المساق، هذا النجاحات التي حققت في جنوب لبنان تعتبر في العرف التكتيكي والاستراتيجي أنها نجاحات تكتيكية لكنها فشل استراتيجي، بمعنى أن الاحتلال نجح تكتيكيا وفشل استراتيجيا على الأقل لغاية هذه اللحظة. عندما أقول هذه المعادلة، السبب في ذلك أن النجاح مرتبط بتحقيق الأهداف. ما يتم تحقيقه على الأرض من نجاحات وعمليات اغتيالات ولم يحقق الهدف الرئيسي من العملية العسكرية وهو إعادة سكان الشمال، هذا الهدف الاستراتيجي. إذا لم يتحقق الهدف الاستراتيجي هذا فشل استراتيجي، تحقق الهدف التكتيكي هذا نجاح تكتيكي للاحتلال. هذا ضمن هذا السياق. أمر آخر ومهم، أن حزب الله داخل لبنان مشتت بين أجندة وطنية موجودة يجب أن يرتبط فيها في السياسة اللبنانية وبين تبعية إلى إيران، هذا نقطة. بينما المقاومة في قطاع غزة هي متناغمة أيديولوجياً وكوحدة واحدة داخل قطاع غزة. أيضاً هناك اختلافات ديمغرافية وجغرافية ترتبط بالجنوب لبنان تختلف عن قطاع غزة، وهذا ما حقق النجاح الاستخباري للاحتلال. نقطة أخرى ومهمة وعلى عجل ولن أطيل، فيما يتعلق بموضوع ما تحدثنا به من نبض البلد في بداية شهر 8، قلنا أن استلام شلومي بندر، الجنرال شلومي بندر لشعبة الاستخبارات العسكرية قد ينعكس على العمليات التكتيكية، وحين قلنا أن شلومي بندر من دائرة العمليات وبالتالي سيركز على العملاء والمصادر البشرية ويبتعد قليلا عن استخبارات الفنية التكنولوجية، بل على العكس قد يحدث تناغم بين الاستخبارات الفنية والعملاء، وهذا ما حدث بالتحديد ووصل إلى قيادات حزب الله. أشكرك كل الشكر نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي.